كثير منهم فاسقون. سبحان الله، سبحان الله، أقف أحيانا عند آيات القرآن. ما قال وهم فاسقون، قال كثير منهم فاسقون، هذا من العدل، فلم يعمم الحكم. بعض الناس الآن إما يعمم الحكم على الشخص إذا أخطأ في حقه، أو يعمم الحكم على بلد كامل أو على قبيلة كاملة، يقول أهل البلد الفلاني كذا، القبيلة الفلانية كذا، وهذا لا يجوز. منهم أمة مقتصدة، يقول الله تعالى عن الكتاب، وكثير منهم ساء ما يعملون. فلنتحرى في كلامنا وفي تقييمنا للناس الدقة، وأنتزم بميزان أدق من ميزان الذهب، لأنك لو تجاوزت بكلمة في حق هذا الإنسان أو أهل هذه المدينة أو القرية أو غير ذلك، فإنك بمقدار زيادتك فيهم تظلم. سأعطي مثال بسيط. بعض الناس يأتي يسأل شخص، يقول فلان خطب ابنتي، ما رأيك فيه؟ كان يكفي أن يقول له ما أنصحك بتزويجه، أو يبين له عيب الذي جعله يقول لا يصلح. البعض يرى أنه خلاص أصبح هذا الرجل كأنه كلأ مباح، يتكلم في عرضه وفي تصرفاته، لا يجوز هذا لأنه تطاول عليه. فميزان العدل، وكثير منهم فاسقون، ما قال كلهم فاسقون.